ندعوكم في هذه الحلقة لمشاهدة بعض المقاطع الحقيقية التي يمكنها أن تجعلكم تشعرون بالخوف. هل أنتم مستعدون؟ سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ حادث مذهل وقع في ربيع عام 2015 مع القس جون بوستون من مدينة كولومبوس الواقعة في مقاطعة أوهايو الأمريكية. كان جون يقود سيارته نحو المطار على الطريق السريع، فجأة اعترضته سيارة أخرى فانحرف عن مساره لتجنب الاصطدام. نتيجة ذلك أن اصطدم جون بعمود كهربائي وسقط أحد أسلاك الضغط العالية على السيارة وصعقها بشحنة تبلغ قوتها 10,000 فولت. بدأ هيكل السيارة المعدني بالذوبان إضافة إلى الزجاج الأمامي ومطاط العجلات. كان جون محشورا في السيارة ولم يتمكن من فتح الباب للخروج. في تلك اللحظة اقترب رجل غريب من السيارة وقام بفتح الباب وساعد جون على الخروج وسحبه بعيدا عن السيارة. بعد ذلك انفجرت السيارة. لم يقدم الرجل الغريب نفسه وقال بأن رجال الإنقاذ سيصلون عما قريب، ثم اختفى. بعد بضعة أشهر خرج جون من المستشفى واعترف أحد رجال الإطفاء المخضرمين بأنه الآن يؤمن بالمعجزات، لأن فتح باب سيارة وهي مكهربة ب10,000 فولت أمر يشبه الانتحار على الكرسي الكهربائي. أمر مدهش فعلاً. تم تسجيل هذا الفيديو في أحد الفنادق في ماليزيا. لسبب ما كانت هذه الموظفة تجلس واحدة في أحد الغرف الفارغة وتحاول الاتصال بشخص ما عبر الهاتف، لكن ما حدث بعد ذلك أمر يصعب تفسيره. نلاحظ أن كرسياً موضوعاً على بعد أمتار فقط تحرك قليلاً، وهو ما أصاب الموظفة بالرعب. بعد ذلك حاولت تملك نفسها والهرب، لكن أمراً أسوأ بكثير حدث. بدأت الكراسي والطاولات بالتحرك عشوائياً وتراكمت أمام الباب. الواضح أن من يحرك هذه الطاولات والكراسي لم يسمح لها بالخروج من الغرفة. أمر مرعب حقاً. في شهر يناير من عام 2016 شهد المبرمج نيك أودونوهيو البالغ من العمر 30 سنة ظاهرة مذهلة. على ارتفاع 9,000 متر رأى من نافذة الطائرة جسماً بشرياً عملاقاً يسير فوق السحب، ثم نشر مقالاً حول الموضوع في صحيفة الديلي مايل يوم 18 من شهر يناير من نفس السنة. ظن نيك أنه يهلوس وسأل الفتاة التي تجلس بجانبه ما إذا كانت ترى شيئاً غير عادي. نظرت الفتاة من النافذة وأصيبت بالدهشة أيضاً. حملت الفتاة الكاميرا والتقطت بعض الصور. أمضت حوالي دقيقتين في التصوير، وعند رؤية الصور نلاحظ ظلاً بشكل جسم الإنسان فوق السحب. تحرك ذلك الظل ببطء شديد. يقول بعض مستخدمي الإنترنت بأن ذلك نتيجة لدخان المصانع الساخن الذي يخترق السحب، لكن السحب كانت كثيفة جداً في ذلك المكان. يقول نيك حول هذه القصة: أريد أن أعرف ما هو الشيء الذي رأيته هناك. حدث لقاء مدهش مع أحد الأشباح في شهر يوليو من عام 2013 في أحد المناجم في مقاطعة نيفادا الأمريكية. قرر أحد عمال المناجم والمدعو بيلي الدخول إلى هذا المنجم القديم والذي تم حفره عام 1800. يقول بيلي بأن ذلك كان أسوأ قرار في حياته. كان كل شيء قديما في الداخل، غبار متراكم منذ أكثر من 200 عام. لكن ما هو أغرب شيء رآه بيلي في الداخل؟ حسناً، دعونا نشاهد ذلك معاً. هل يمكنكم رؤية تلك السلسلة التي تتحرك لوحدها؟ قرر بيلي الهرب بمجرد رؤية ذلك، ونتفق معه في هذا القرار. قرار بيلي عند خروجه من المنجم كان بسبب الخوف، لكن تبين فيما بعد أنه ليس جباناً. بعد ذلك بعام وفي شهر يونيو من عام 2014 عاد بيلي إلى نفس المنجم مجدداً، وتحديداً إلى السلسلة التي أثارت رعبه. كان كل شيء على ما يرام في الداخل، ورغم الطين الكثيف الذي يجعل الحركة صعبة، إلا أن بيلي قرر التوغل أكثر داخل المنجم. توجه بيلي إلى الداخل على بعد 300 متر وقام بتصوير هذا المقطع. إضافة إلى صوت المياه، يمكننا سماع أصوات العمال والضوضاء الناتجة عن آلات الحفر. على ما يبدو أن الأشباح تواصل العمل في هذا المنجم لغاية اليوم،
فضل بيلي مغادرة المكان بهدوء، كما أنه وعد نفسه هذه المرة بعدم العودة هناك مجدداً. ما رأيكم بالأماكن التي تتواجد بها الأشباح؟ هل هي دائماً تلك الأماكن المهجورة والقديمة كما نرى في الأفلام؟ أم أنه بإمكاننا رؤية الأشباح أيضاً في المراكز التجارية العادية؟ هذا بالضبط ما حدث في أحد المراكز التجارية في الصين. في وضح النهار سقط شيء ما من الرف وحاولت إحداهن إعادته إلى مكانه، ذلك جعلها تصاب بنوبة صرع. حاول بعض الزبائن مساعدتها لكن بدون جدوى. أحد الشباب الرياضيين البالغ من العمر 20 عاماً كان متواجداً في المكان وحاول إجراء عملية إنعاش عصبي، لكن الوضع خرج عن السيطرة. بعد بضع دقائق عادت الأمور إلى طبيعتها وغادرت الفتاة المتجر. لابد أن تصرفها أغضب بعض الأشباح. ما ترونه هو مقطع حقيقي سجلته كاميرا مراقبة عادية، وقد أكدت صحيفة الديلي ميل هذا الحادث أيضاً. سوف تتذكر هذه الجدة البرازيلية وحفيدها هذا اليوم طيلة حياتهما. نجاتهما من هذا الحادث معجزة حقيقية. الغريب في الأمر أنه وبعد حادث التصادم تحركت السيارة بمسار غريب رغم عدم وجود أي شخص داخلها. بدأ الأمر وكأن السيارة تحاول دهس الجدة وحفيدها. لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. يمكنكم مشاهدة الحادث مراراً وتكراراً. إنه حادث مميت. تم نشر هذا الفيديو عام 2010 من طرف أحد مستخدمي اليوتيوب، وقد حصل المقطع على أكثر من 1000 تعليق. لكن ما سبب ذلك؟ أثناء إعداد هذا الرجل لمقطع فيديو تعليمي كانت كل الأمور عادية، ولكن بعد حوالي 15 دقيقة يمكن أن نلاحظ بأن باب الخزانة في الخلف ينفتح بهدوء وبدون أي صوت. بقي الباب مفتوحاً للحظات ثم انغلق مجدداً بقوة، مما أرعب الرجل. انقسمت آراء المتابعين حول هذا المقطع. يرى البعض أن الكاميرا كانت موجهة خصيصاً للتركيز على ذلك الباب، وهو أمر مفتعل حيث إن الخزانة تم فتحها وإغلاقها بواسطة خيط من غرفة أخرى. بعض المتابعين أيضاً يرون أن هذا الحادث من عمل الأشباح. كل شيء ممكن. حسناً، في النهاية نقترح عليكم هذا المقلب الطريف الذي تم تنظيمه في أحد المقاهي في مدينة نيويورك، حيث حاول المنتجون إقناع الزبائن بأن هذه الفتاة تمتلك قوى خارقة. ردود الأفعال كانت مدهشة. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.